أمي تهتم بصحتنا، بالنسبة لها صحتنا هي الأهم، ولأني أهتم أيضاً بصحتي أمارس الرياضة لأحافظ على لياقتي وصحتي. لأني أهتم بصحتي أمارس الرياضة بانتظام وأحافظ على وزني ورشاقتي، وبما أن أبوي يهتم بصحته أتوقف عن التدخين حفاظاً على صحته وصحة عائلته. اتخذوا خطوة لتبني حياة صحية حتى تنعموا بالصحة والسعادة. اهتم، صحتك أهم.